بونجور اتوس، السلام عليكم. هنرجع لكم اليوم الاخوات. جبت لكم وصفه ديال الدجاج مفور بالروز اللي طلبتها مني واحد الاخت عزيز عزيز على قلبي. قالت لي درتي لنا جوج دو بلا سوكري، درتي لنا جوج اطباق حلوين، كنتمنى ديري لنا واحد هذا الطبق هذا. وانا هاني لبيت الطلب وجيت غادي ندير معكم هذا الطبق. هو راه ماشي صعيب، سهل، ولكن كيجي روعه روعه لجميع اللي داقو. المهم هو على جوج ديال دو بارتي. لا بروميير بارتي نسلقو اون كوي لو بولي دون لو، اي ابري اون جو في فو مونتري لا دوزيام بارتي. غنبداو على بركه الله. المهم السلق عندي هنايا في الطنجره، درت شويه د الماء، وعندي هنايا السلق باش نبدا بصله كامله، وعندي ربطه ديال الخصبر والمعدنوس، وعندي اربع فصوص ثوم، وعندي شويه ملح، وعندي شويه زبده. المهم غادي نبداو على بركه الله. وهاد الوصفه البارتي الجزء الثاني غادي نستعمل فيه هاد لي زانغريديون، هاد المواد غادي نوريها لكم في التالي. المهم غادي نبداو على بركه الله. نشعل فوالا، غندير القزبر والمعدنوس مربطين، غادي ندير البصله، غندير الثوم ديالي فوالا، وغندير الملح، وغندير ملعقة زبدة فوالا. ومن بعد غادي نحط الدجاجة ديالي تسلق للسلقة فوالا. En premier, j'ai mis un petit peu de beurre, j'ai mis le poulet, j'ai mis un bouquet de persil et de coriandre, puis j'ai rajouté un oignon entier et un petit peu de sel. Et je laisse presque un quart d'heure, et après je vais la farcir avec le riz et les ingrédients qui restent. غادي نخليو هاد الطيب نصف طيبه، ماشي حتى الطيب كلها، ولكن غير تقريبا ما بين 15 دقيقة و 20 دقيقة ورجع معكم. ودابا حبيباتي هاني حيدت الدجاجة، راه طابت نص طيبة، وديك البصلة اللي بقات لي هنايا في الطنجرة طحنتها، وغادي ندير دابا الرز. فوالا ندير فيها الرز. خليته هو يطيب نص طيبه وغادي نحيدوه، وغادي نوريكم كيفاش غادي نعمروا به الدجاجه وكيفاش نديروه في البرمايه يتفور. البنات هاني رجعت معكم منين وجد لي نص طيبه الرز ديالي، الدجاجه هي تاهي طابت نص طيبه. غادي نرجع معكم المقادير ديال التوابل اللي غادي نستعمل. عندي هنايا لو جينجومبر، عندي هنايا السكينجبير، عندي هنايا واحد مكعب ديال فنور رابيتو طحنتو شويه، عندي هنايا الكركديما الخرقوم، عندي هنايا البواغ الابزار، عندي شويه ملحه لان ما نساش راه درت الملحه في الاول في الدجاجه، عندي هنا شويه ديال الزيتون مقطع، وشويه ديال الليمون مصبر. الا ما كانش عندكم الليمون بلاش، انا كتعجبني النكهه ديالو. عندي شويه ديال القزبر المعدنوس غير شويه لان درت في الاول. وهنايا ما تنساوش البنات راه عند الكبادي ديال الدجاج والقوانص لي جيزيي لو فوا دو فولاي كويت دون لو اي لو سيل، نسلقوهم في الماء والملحه ونقطعوهم. هنا شويه ديال الزبده، وعندي واحد شويه ديال الثومه، وعندي راس بصل رابي، ان اونيون رابي، un petit peu d'ail, un petit peu de persil et coriandre, un petit peu de beurre, les olives
comme ça, de cette forme-là. Et les épices que j'ai, je vais les noter en bas de la vidéo avec le riz et le poulet. Je vais mélanger tout et je vais farcir un petit peu dans le poulet et après je vais le mettre à cuire à la vapeur. Finir la cuisson. غندير هادشي نخلط كلشي نعمر شويه في الدجاجه ونديرو يتبخر في البرمه والكسكاس ونرجع معاكم. دابا الاخوات هاني درت الدجاجه ديالي فارسيتها من الداخل و لا مواتي درتو جيمي لا مواتي دو ري دون لا كوسكوسيير اي غادي نسد عليهم وحتى يطيبوا ورجع معاكم. فوالا حبيباتي فوالا لو بلا هاد التقديم ديالي النهائي وما نقول لكمش المذاق اروع المذاق احسن من المنظر. المهم انتم شفتوا كي جا فوالا انا شويه دهنت الدجاجه بشويه ديال الزبده فيك الخرقوم ومع الخرقوم ودخلتها للفور. ها انتما التقديم النهائي ها انتما الروز تبارك الله ها انتما كي جا فوالا شويه الفلفله حاره مدقوقه ورافقته بهاد الشلاضه هادي. انا ما كنضيعش ما كنكاسبيش هاد الطون بقالي استعملته في حاجه اخرى درت به هاد الشلاضه. وبالنسبه للهريسه اللي كيستحب الهريسه يديرها في الاول يديرها مع الروز انا ما كياكلوليش الهريسه راجلي والعائله. المهم درتها رافقتها هنا اللي بغى يدير يدير اللي المهم. وما تنساوش تلايكيونا وما تنساوش تفعلوا الجرس وتابوناو معنا وشاك جول جديد والاطباق اللذيذه العصريه والقديمه ديال الجدات. ونقول لكم مع السلامة أبيانتو وتهلاو لي فراسكم البنات بالسلامة.